السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. عملية الهدم انطلقت بشارع طارق بن زياد، وهذا أمر يثلج الصدر، هذا أمر يثلج الصدر. العملية انطلقت والعملية كتبشر على أنه الأشغال ديال الجزء الثاني من شارع طارق بن زياد غادي تنطلق إن شاء الله، وعما قريب غيتحلوا المشاكل ديال الناس اللي جاوا هنا في الطريق. الناس اللي جاوا هنا في الطريق غادي يتم التعويض ديالهم، وكما كنشوفوا عاوتاني عندنا الردم هنايا، عندنا الردم هنا في اليمن كذلك، عندنا مجموعه من الامور اللي غادي تحل في الطريق ان شاء الله. هنايا نطلبوا ربي تيسر الامور، لان المساحة اللي غتكون بين العمارات والطريق هي الأصل اللي غادي يكون بعد ما غتكون الأشغال، وغتكون عندنا واحد الطريق ثانوي هنا غتكون قدام المحلات التجارية. يعني هاد البنايات كلهم اللي كنشوفو هنايا ما غاديش يبقاو، هاد البنايات كاملة اللي قدامنا هنا ما غاديش يبقاو، سواء من اليمين أو اليسار. فالأشغال على قدم وساق، الأشغال على قدم وساق، والعملية الكبيرة ديال الهدم والتعويض فرا الناس خدامين عليها ان شاء الله باش غتنطلق لنا الاشغال ديال التوسعه ديال شارع طارق بن زياد. كما كتعرفوا الاشغال ديال شارع طارق بن زياد غادي نشوفوا داك الجزء الاولاني اللي جا من اسواق السلام حتى المارشي القديم، غنشوفوا ان شاء الله من المارشي القديم حتى القروش، ولما لا نشوفوا حتى المارشي ديال سوق الاربع. كنتمنى من الله نشوفوا شي مسجد يكون كبير ان شاء الله اللي يعوض المساجد اللي جاوا هنا في الطريق، لانه صراحه ما سهلاش، ما سهلاش. جوج ديال المساجد ربما غادي يتحيدوا بجوج لانهم جاوا في الطريق. نتمنى من الله يتعوضوا بشي مسجد كبير هنا في شي نقطه، نتمنى من الله يتعوضوا بمسجد، كنتمنى ونشوفوا مسجد كبير هنا في هذه البلاصه هذه اللي لايق بالساكنه ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا عاوتاني عندنا مجموعه من المحلات اللي ما غيبقاوش، شوفوا هنا المحلات فين خارجين، وشوفوا الاصل ديال العمارات فين راجعين، يعني هادشي كامل ما غاديش يبقى، وغادي يولي واحد الشارع ما شاء الله شها غير تمشى فيه. هذا هو اللي كاين، نطلبوا الله، نطلبوا ربي تيسر الامور. اكيد كما قلت لكم راه شفنا في بعض النقاط عمليه الهدم ديال بعض المحلات، وهذا امر يثلج الصدر في انتظار انطلاق العمليه الكبرى وهي الاشغال الرسميه ديال التوسعه. لان قبل ما تكون الاشغال غادي تكون عمليه هدم، غيكون تعويضات، غتكون مجموعه من الامور، الناس اللي جاوا في الطريق، الناس اللي شارين برزقهم سنوات هذه، الناس اللي عندهم محلات تجاريه ديالهم هنا. نتمنىهم الله يدوز داك الشيء بما يرضي الله، داك الشيء يكون بالتراضي ان شاء الله، الله يسخر الامور وتهلاو ليا في راسكم. هذا هو شارع طارق بن زياد الشطر الثاني. وهنا عندنا المسجد اللي كنت هضرت لكم عليه، هو المسجد ديال القدس. عندنا مسجد القدس وعندنا مسجد الازدهار او الازهر، نطلب الله يدير لي فيها الخير وان شاء الله ما يكون غير الخير. راكم كتشوفوا دابا الطريق هنا لتحت، هذيك هي الطريق الاصليه. هنا غادي يكون عندنا الغازو، هنا غيكون عندنا الغازو في اليمن وفي الوسط وفي الجنب من لهيه، وغتكون عندنا عمليه التشجير بحال الشطر الاول، غيكون داكشي زويون بزاف. هاد الناس هادو غادي يتم التعويض ديالهم بطبيعه الحال، غيدار معاهم الحل كيف ما كنقولوا. كاينين الناس كنظن هنا ديال البرارك ربما راه تم الاحصاء ديالهم في وقت سابق، ربما يقدروا يكونوا الوجهه القادمه المشروع ديال البساتين او المشاريع اللي بجوار البساتين، لانه عندنا ما يزيد على 1500 شقه الناس هما باقين هنايا. الله يسخر لهم، تما مساكن كان جاهم حكم بالافراغ ومشاكل كثيره، الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير، ونتمنىهم الله يدير لهم هما الخير، والشارع يتقاد ومدينه تمارا نشوفوها في حله مزيانه. وتهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.